كلمة للسيد حبيب زقاد، تفضل. مرحبين. قبل مداخلتي أجد تضامني مع جريدة الخبر وأدعو إلى رفع المضايقات عنها. إن الجزائر تمر بمرحلة خطيرة جدا في تاريخها، بات يمس استقرارها وأمنها بفعل النزعة الاستبدادية لنظام تسلطي قمعي همه الوحيد البقاء في السلطة بالقوة. إن تفاقم مظاهر الفساد في جميع مفاصل الدولة أضحى الصفة المميزة له، والفشل الذريع في تسيير شؤونها بعد تعميم الرداءة وتوزيعها بشكل مرعب. فقد عزم النظام على الاستمرارية والتعنت في التسيير الكارثي رغم عدم أهليته لقيادة بلد وتسيير وطن بحجم الجزائر. إن السير به نحو المجهول ستنجر عليه هذه المرة صدمة عنيفة وخطر حاد على الوحدة الترابية. إن قوى الشر العالمية المتآمرة مع هذا النظام المعمم بالجهل والانتهازية وشيوع ظاهرة عبادة الأشخاص وضرب الشتاء وانتشار الفساد صار يهدد الدولة الذي ضحى من أجلها خيرة رجال الوطن. اسمعوا ما قاله أردوغان رئيس جمهورية تركيا حتى يستلهم نظامنا الفاسد من حب الرجال لأوطانهم، حيث قال: ليست لدينا أبار نفط ولا احتياطات غاز ولا ذهب ولا ثروات طبيعية، ولكن لدينا ضمير، وهذا ما ينقص مسؤولو الجزائر. حيث ان الارقام التي كشفت عنها التقارير الوطنية والدولية عن حجم التهريب من الجزائر عن حجم تهريب الاموال من الجزائر الى الخارج عن طريق التضخيم في الفواتير، استيراد من طرف بارونات، تهريب العملة الصعبة الذين يحظون بحماية من اعلى هرم السلطة، سمحت لهم بتهريب الملايير بدون رقيب ولا حسيب. وتصريح وزير التجارة الجزائري السيد بختي بالعايب لخير دليل على أن السلطة الجزائرية أصبحت بلا ضمير، حيث أدلى أن 18 مليار دولار تمت سرقتها وتحويلها إلى الخارج من حجم واردات سنة 2004 والمقدرة ب 60 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث عام واحد. دبي تحولت لقطب عالمي بكلفة 70 مليار دولار، أما الجزائر ب 800 مليار دولار تحولت من دولة في طريق النمو إلى دولة لن تنمو، وهذا لفقدان النظام الفاسد للضمير الوطني. كيف يمكن أن نخلص الجزائر من الإفلاس والإنهيار وحكومتها سلال متكونة من جمعية أشرار، حيث أن قضية الخليفة تورط فيها 10 وزراء و50 مسؤول كبير و40 مدير مؤسسة، أين تمت نهب أكثر من 2 مليار دولار؟ أيعقل أن تحفظ أكثر من 5000 قضية فساد في المحاكم الجزائرية في حين يسجن سارق هاتف في نقال لمدة 5 سنوات؟ إن مسلسل السرقات التي شهدت الجزائر منذ 6 سنة قد قطع حبل الثقة بين الشعب وحكامه. وللتذكير اسمعوا ما أصاب البلاد من سرقة ونهب وفساد: قضية الطريق سيار نهب منها أكثر من 6 مليار دولار، قضية الخليفة شاهرة نهب منها أكثر من 2 مليار دولار، قضية الصندوق الكويتي للاستثمار نهب منها أكثر من 30 مليون دولار، قضية الوكالة الوطنية للسدود نهب منها أكثر من 5000 مليار سنتيم، قضية البنك الوطني الجزائري نهبوا منها أكثر من 4000 مليار سنتيم، قضية عاشور عبد الرحمن نهب منها أكثر من 3200 مليار، قضية دي جي ماكس نهب منها أكثر من 1500 مليار، قضية يا بريد الجزائر نهب من أكثر من عمل. بعد كل هذه الفضائح المرعبة والمشينة، ماذا عسانا أن أقول لرئيس الجمهورية؟ سيدي الرئيس، لم تكن يوما ما ذلك الرأس الذي شعرنا بالثقة، هذا في كلمات ترددها 3 مرات. سيدي الرئيس، سنلتقي عند رب العزة وسأموت أنا ويموت من عاش في كنف عهدتكم، وسنلتحق بالدار الآخرة وسنواجهكم في تلك الدار، في تلك الدار لن ينفعك شيء فيها، لن ينفعك لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سننهي قصة سيد الرئيس، وسيريك رب العزة معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لك الله يا جزائر، لك الله يا جزائر، لك الله يا جزائر. السلام عليكم.